نخفى عليكم المديرية العامة للوطني وضعت ترسانة من الموارد البشرية واللوجستية والمادية من أجل تدبير هذا رأس السنة الميلادية دائما تحت إشراف هذه الترسانة لولاية أمن مراكش تحت إشراف السيد ولي أمن مراكش من خلال مجموعة من الاجتماعات وضع السيد الوالي من أجل وضع خريطة الطريق من أجل تدبير هذا الاحتفال طيلة هذه الليلة نهاية سنة 2023. هذا الخريطة الطريق تتجلى في وضع مجموعة من التشكيلات الأمنية، التشكيلات سواء راكبة متن السيارات أو متن الدراجات أو على الأرجل أو احتياطات من أجل التدخل عند الضرورة عبر مختلف المحاور مدينة مراكش، مختلف أحيائها، مختلف الفنادق المصنفة أو الغير المصنفة، على مستوى المعابد، على مستوى الفنادق والفضاءات، وعلى مختلف المحاور. في نفس الإطار راه الإشارة ولاية أمن مراكش مجموعة من العناصر المرورية تم توزيعها عبر مختلف المحاور اللي كتعرف الضغط المروري من أجل تسهيل عملية المرور وما يكون حتى شي ازدحام أو ما شابه طيلة الليلة إلى حدود الصباح إن شاء الله من يوم غد. بهذه المناسبة اتخذت ولاية أمن مراكش كباقي المصالح الأمنية على مستوى التراب الوطني مجموعة من التدابير الأمنية وذلك في أفق تغطية جميع القطاعات وفق خطة أمنية مدروسة تروم كما قلت تغطية شاملة وناجعة للقطاعات بما في ذلك المسارات السياحية، الساحات العمومية والمؤسسات ذات الطابع الخاص بهدف أن تمر هذه المناسبة إن شاء الله في ظروف حسنة تحقيقا لمبدأ النظام ولمبدأ السكينة والطمأنينة العامين وكذلك للحفاظ على المواطنين وممتلكاتهم. وأتمنى إن شاء الله أن يكون عام مليء بالمسارات لكم وللجميع وشكرا.